لكن المحكمة عندهاش استعداد تحكم وانت مش موافقين. لو انت مش مطمئنين المحكمة قولي له انا لا فندم. لا لا فندم لا فندم خالص. يا معالي المستشار في بداية المذكرة احنا بنعبر عن احترامنا الكامل للموقرة. وانتوا مش مفهومين المحكمة فالمحكمة لا يعني انا لا خالص يا ريس خالص خالص. احنا ممكن نحولها للاستئناف القضائي. لا لا ابدا يا ريس ابدا ابدا. خلاص يعني لا سعادتك كانت رافعة يا ريس احنا جاهزين بالمرافعة يا ريس. سعادتك حاضر. على المدعي الحكم المدني معالي المستشار. المادة 269 عقوبات حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد جودة حسين أحمد سباب السجن المشدد لمدة 10 سنوات لما استدين أمير السيد العربي وطارق محمد علي محمد أمير عندي